أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. صحيفة كل الأخبار العراقية بشرى سارة للعراقيين. الكتل السياسية تقسم كعكة الوزارات قبل الانتخابات. صحيفة الغد الأردنية نظرة ترامب المتخلفة إلى الهجرة. وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد اللندنية نقلا عن البنتاغون قوله: الحشد الشعبي استخدم أسلحة أمريكية في العراق. من المقالات: الدولة العربية بين المركزية والفيدرالية للحسين الزاوي في الخليج الإماراتية. FBI والإدارة الأمريكية من منظور قانوني لنوح فيلدمان في الشرق الأوسط.